زي ما كلنا توقعنا من خلال التسريبات، مايكروسوفت خلاص بتعلن عن ويندوز 11 بعد ما كانت بتقول ان ويندوز 10 هو اخر اصدار لنسخ او نظام التشغيل بتاعها اللي هتعتمد بقى في تحديثاته، وانها هتفضل تطوره باسم ويندوز 10. ولكن اللي استحنى فيه كلمته نزلت المره دي وعمل ويندوز 11. ويندوز 11 modern fresh clean beautiful. وعلى حسب اللي جه في مؤتمر النهارده، فويندوز 11 بيجي بواجهه مستخدم بسطح مكتب جديد تم تحسينها واصلاحها بالكامل، مع اعاده تصميم قائمه ستارت وتحسينات متجر مايكروسوفت، وامور تاني كتير لخصتها لكم بالفيديو ده، فتابع الفيديو للاخر. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرنوسي، والنهارده هلخص لكم كل اللي حصل في مؤتمر مايكروسوفت، وهشارك معاكم اهم الميزات والاحداث الخاصه بويندوز 11 اللي اعلنت عنه مايكروسوفت خلاص بشكل رسمي، واللي هيكون متاح بنسخه تجريبيه نهائيه الاسبوع اللي جاي، وهيكون متاح في الخريف او في الربع الاخير او شهر اكتوبر كده النسخه النهائيه اللي هتقدر تحملها وتعمل ابجريد او ترقيه من ويندوز 10 لويندوز 11 بشكل مجاني، وهقول لكم على مواصفات التشغيل في اخر الفيديو. خلونا اقول لكم في البدايه ان مايكروسوفت كانت بتشتغل على نظام تشغيل اسمه ويندوز 10، وده المفروض ان هو منافس لكروم او اس، ولكنها خلاص وقفته ونقلت التصميم او اعادت تصميمه وضفت بعض اللمسات وسمته ويندوز 11 اللي هو بين ايدينا دلوقتي، وحطت فيه خلفيات جديده زي الخلفيه اللي ورانا دي كده، وكمان ضافت صوت تشغيل لما تيجي تفتح الويندوز. ندخل بقى على الحاجات الجديده، وعندك اول حاجه هتلاحظها هي ايقونات شريط المهام دلوقتي بقت في النص، وجميع التطبيقات ليها زاويه دائريه من جميع الجوانب، حاجه كده شبه ايقونات نظام اندرويد واي او اس، وقائمه ستارت اتعاد تصميمها وبقت عايمه يعني منفصله ومش متصله بشريط المهام، وفي رسوم متحركه منبثقه جديده مقارنه باللي كانت موجوده بويندوز 10. اذا واجهه المستخدم بقت نظيفه اكتر وسهله الوصول ليها، ولكل الاعدادات والاشعارات الرئيسيه هنا. في ميزه حلوه اسمها سناب لي، ودي من خلالها هتقدر تقسم التطبيقات على حسب راحتك في نص الشاشة اللي انت عليها، فبمجرد ما تقف على علامة المربع اللي بتصغر وتكبر منه الويندوز المفتوحة هيظهر لك اكتر من لاي اوت او شكل تقدر تختار الشكل اللي على مزاجك منها. ميزة ويندوز ويدجتس، ودي تقريبا نفس ميزة الاختبار والاهتمامات اللي ضافتها مايكروسوفت في التحديث اللي فات اللي هو 21H1، ولكن بشكل مختلف شوية هنا، فبقى ليها ايقونة وبقت على الشمال، واللي هتقدر من خلالها تتابع حالة الطقس والاخبار المهمة ومواعيد المباريات واهم الاحداث اللي موجوده في بلدك، وتقدر طبعا تخصصها زي ما انت عاوز وعلى حسب المنطقه او البلد اللي انت متواجد فيها. اما متجر مايكروسوفت فتم اعاده تصميمه، والاجمل هنا انه بيدعم تشغيل تطبيقات اندرويد بدون الحاجه لمحاكي خاص، وده عن طريق امازون اب ستور، وده ستور شبه جوجل بلاي وهو البديل لامازون اندر جراوند، بس امازون كانت اعلنت ان هي مش هتدعمه، والبديل ليه هو امازون ستور واللي بيكون فيه نفس التطبيقات ولكن بشكل مختلف وبعض الميزات الاضافيه عن جوجل بلاي. كمان قالوا ان بقى في تحسينات في الالعاب وفي تشغيل الفيديوهات، ففي عندك تقنيه اسمها اوتو اتش دي ار، ودي على حسب كلامهم بتعمل تحسين تلقائي لالوان العاب الفيديو وبتسرع اكتر من عرض الفيديوهات والالعاب. كمان هتلاقي عندك في ايقونه مخصصه لتطبيق مايكروسوفت تيمز في شريط المهام للتواصل بشكل اسرع وافضل مع اصحابك. كمان قالوا ان ويندوز 11 بقى اكتر سهوله للاجهزه اللي بتدعم التاتش، وهتلاقي سهوله وسلاسه اكتر في التنقل بين التطبيقات ودعم الجيتشرز او الايماءات اللي تم تحسينها بشكل كبير. طبعا انا ما بنصحش اي حد يشتغل على النسخه اللي موجوده دلوقتي اللي متسربه او حتى النسخه التجريبيه الا اذا كان فضول منك او انت عارف اصلا بتعمل ايه. الناس اللي انا قلت لهم ما تحملوش بقى النسخه اللي كانت مسربه، فالنسخه التجريبيه في خلال اسبوع اللي هي الويندوز انسايدر بتاعه ويندوز 11 اول اصدار منها هيكون موجود بين ايديكم في خلال اسبوع من خلال موقع مايكروسوفت، او انك تشترك في برنامج ويندوز انسايدر وتحمل وتثبت النسخه التجريبيه بشكل رسمي وبدون اي مخاوف. لكن انا بفضل طبعا انك تستنى عشان دي لسه نسخه بيتا، نسخه تجريبيه ممكن يكون فيها بعض الاخطاء او بعض المشاكل او بعض الثغرات، فعلشان تاخد اداء واستقرار افضل استنى النسخه اللي هتبقى موجوده في الربع الاخير من السنه اللي احنا موجودين فيها اللي هو ممكن يبقى شهر 9 سبتمبر يعني او شهر اكتوبر في نفس السنه بتاعتنا دي 2021 ان شاء الله. بالنسبه لاقل المواصفات اللي تقدر تشغل بها ويندوز 11، يكون عندك بروسيسور تردده 1 جيجا هرتز بنواه 64 بت مع رامات 4 جيجا بايت، لان
نظام 64، اقل حاجه فيه هي 4 جيجا بايت، وتقدر تعمل ابجريد من ويندوز 10 لويندوز 11 مجانا على حسب طبعا كلام مايكروسوفت. والحقيقه انا متحمس جدا اجرب النسخه النهائيه من ويندوز 11، على الرغم ان مايكروسوفت كل شويه تقول لك كلمتين وترجع فيهم، بس انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. انا المهم عندي نظام سلس، نظام شغال، نظام امن تماما فيه الحاجات اللي بتقدمها لي. وبالنسبه لي صراحه حبيت جدا موضوع تطبيقات الاندرويد اللي تقدر تشتغل بدون محاكي. حابب اجرب حاجات كتير واجرب لعبه ببجي موبايل كمان، لان في ناس كتير قوي عماله تسال سايبين كل حاجه وماسكين في ببجي موبايل على اساس ان تنسنت هتسيبنا في حالنا. المهم يعني هانت اهي، ان شاء الله هنجرب كل حاجه مع بعض، وبمجرد ما تنزل النسخه التجريبيه هنجربها ونشوف برده الاداء فيها عامل ازاي، ومستنيين النسخه النهائيه. واسيب لكم رابط الحدث اللي حابب تتفرج عليه بشكل كامل بوصف الفيديو على طول ان شاء الله. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ما تنساش تقول لي ايه هي احسن ميزه عجبتك، او ايه هي الميزه اللي كنت بتتمنى وجودها في نظام تشغيل ويندوز 11. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، كان معاكم احمد الجرنوسي. ما تنساش تفعل الاشعارات علشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد باذن الله على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.